السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم دلوقتي في الوحدة الثامنة عن تنمية ولاء العاملين المنظمة. تنمية ولاء العاملين المنظمة دي بتبقى نتيجة لاستخدام اسلوب الادارة بالاهداف او فلسفة الادارة بالاهداف في العمل. هنتكلم عن مفهوم المنظمة، هنتكلم عن مفهوم الولاء. يعني انا ماسكة العنوان اهو بقول لكم كل كلمة فيه، مفهوم المنظمة يعني ايه، مفهوم الولاء للمنظمة، وبعد كده هنتكلم عن اسباب الاهتمام بتنمية ولاء العاملين للمنظمة وطرق تنمية ولاء العاملين للمنظمة. اما نيجي نقول يعني ايه منظمة، هي وحدة فنية واجتماعية. فنية ليه؟ لان فيها الات ومعدات. اجتماعية ليه؟ لانها فيها بشر تدار فيها عناصر الانتاج، طبعا عناصر الانتاج المادية والبشرية للوصول الى هدف محدد. لازم يبقى في هدف من العمل في المنظمة من خلال مجموعة من الأنشطة والأدوار المتداخلة. الأنشطة اللي هي نشاط إنتاج، نشاط شراء، نشاط تخزين إلى آخره، والأدوار المتداخلة داخل كل نشاط. يعني نشاط الإنتاج بيختص بإيه، نشاط التسويق بيختص بأدوار أخرى، نشاط البيع وهكذا. شعور، نيجي نشوف بقى بعد كده. ثانيا، ما هو مفهوم الولاء للمنظمة؟ شعور ينمو داخل الفرد بالانتماء للمنظمة. دي أول نقطة، إن الفرد جزء لا يتجزأ من المنظمة، إن أهداف الفرد لا تتحقق إلا من خلال تحقيق أهداف المنظمة، رغبة الفرد للمساهمة في تحقيق أهداف المنظمة ونجاحها. تمام. ضمان، نيجي نشوف برضو ما هي أسباب الاهتمام بتنمية ولاء العاملين للمنظمة. يبقى قلنا أولا يعني إيه منظمة، يعني ايه الولاء للمنظمة، نقصد بايه. نيجي ثالثا، ما هي اسباب الاهتمام بتنمية ولاء العاملين للمنظمة. اول حاجة، ضمان استمرار العاملين ذوي المهارات المتخصصة في العمل، يعني ما يهربوش من المنظمة الى المنظمات في الدول الاخرى. تمام. فنحتفظ بيهم، لان كل ما كان فيه ولاء للمنظمة كل ما الواحد ساعد على البقاء واستمراره في المنظمة. ايجاد الدافع لدى العاملين لبذل الجهد في المنظمة، يعني هيبذلوا الجهد ليه؟ عشان يحققوا الهدف اللي هم اشتركوا في تحديده. تحقيق اهداف المنظمة باعلى كفاءة وفعالية، ليه برضو؟ لانهم شاركوا في وضع الخطة وتحديد الهدف. تمام. وقلنا الكفاءة والفعالية شرحناها الاول في الوحدة الاولى. من ضمن الاسباب برضو تحفيز العاملين على العمل على بقاء المنظمة واستمرارها، هيبذلوا كل جهدهم علشان المنظمة دي تستمر في ظل المنافسة القوية اللي موجودة دلوقتي على مستوى العالم. تخفيف عبء الرؤساء في توجيه المرؤوسين. ليه يعني ايه تخفيف عبء الرؤساء في توجيه المرؤوسين؟ يعني المرؤوسين لما يكونوا عندهم ولاء وانتماء للمنظمة وبيعملوها كأنهم في أسرتهم بالظبط، هيبقى ده يخفف العبء على الرؤساء، هيفهموا من أول مرة، هيشتغلوا بأفضل طريقة عندهم. شعور العاملين بالاستقرار والأمان في العمل مما ينعكس على الأداء والإنتاجية بشكل إيجابي. كونهم إن هم عندهم ولاء وانتماء للمنظمة فده هيخليهم يشعروا بالاستقرار والأمان في العمل، وبالتالي ينعكس على الأداء والإنتاجية. كل دي حاجات بتخلينا نهتم بتنمية ولاء العاملين. طيب، آخر نقطة بقى هي اللي هي هنستفيد فيها شوية، وهي طرق تنمية ولاء العاملين المنظمة. لما أجي أقول طرق تنمية ولاء العاملين المنظمة، يعني أنا مش هاجي لك في الامتحان أقول لك مثلا قول لي الطرق دي كلها، لا، أنا أقول لك نكتفي بطريقتين، نكتفي بثلاثة خلاص، لكن كل طريقة فيها عبارات صح وغلط، فيها اكتب ما تعرفه عن. تمام. يبقى لازم هتذاكرهم كلهم، وبعدين انا مختار اربعة بس من حوالي سبعة في الكتاب، فكويس قوي كده دول تذاكرهم كويس. اول حاجة او اول طريقة، فهم دوافع العاملين. تاني طريقة، دراسة حاجات العاملين. التالتة، الاخذ بمفهوم العلاقات الانسانية. الطريقة الاخيرة في الموضوع بتاعنا بالنسبة لنا للمحاضرة، تقديم الخدمات والمزايا للعاملين. نمسك طريقة طريقة بشرح بقى. تعالوا نشوف بقى فهم دوافع العاملين. فهم دوافع العاملين، أهمية فهم دوافع العاملين. يعني إيه أهمية فهم دوافع العاملين؟ إيه ليه بنهتم قوي بإننا نعرف كرؤساء دوافع العاملين اللي بتدفعهم لتصرف معين؟ لأن فهم دوافع العاملين يساهم في فهم سلوك العاملين وتفسير أسباب هذا السلوك. الدافع الداخلي بينعكس على سلوك الفرد،
وبالتالي نقدر نحدد نوع المعاملة المناسبة للعاملين، وبالتالي نقدر نحدد تحديد الحوافز المناسبة للعاملين. واحد يحفز بالحافز المادي، التاني يحفز بالحافز المعنوي، تمام، التالت يحفز بالحافز السلبي اللي هو العقاب، تمام. بعد كده نقدر ده هيؤدي الى تحديد امكانية الموافقة على سلوك معين للفرد ام لا. يعني اذا انا كرئيس اقدر افهم كل ده لو انا فهمت دوافع العاملين. طب ايه هي العلاقة بين الدافع والروح المعنوية والانتماء اللي هو الولاء والانتماء يعني المنظمة؟ المفروض ان وجود الدافع الايجابي لدى الفرد يؤدي الى ارتفاع روحه المعنوية، وده يزيد من درجة ولاء وانتماء للمنظمة، مما يدفعه الى مزيد من الاداء والانتاجية او الانتاجية والاداء المتميز. هل دي قاعدة؟ لا مش قاعدة، مفيش قاعدة على البشر. ممكن تدفع للاداء المتميز والانتاجية، وممكن يبقى اداؤه عادي لان قدراته ما تحتملش اكتر من كده، تمام. فمفيش حاجة ثابتة على الموارد البشرية. دراسة حاجات العاملين دي الطريقة اللي بعد كده. طبعا العاملين عندهم ايه؟ حاجات اجتماعية وحاجات فطرية وحاجات للأمن والأمان. يبقى إذا هنتكلم عن ما هي العلاقة بين إشباع حاجات العاملين وولائهم للمنظمة، تمام. دراسة حاجات العاملين الفطرية الاجتماعية الأمن والأمان وبذل الجهد لإشباع هذه الحاجات، ده بيؤدي إلى إيه؟ زيادة درجة ولاء العاملين للمنظمة، ويولد لديهم الرغبة في بذل الجهد المزيد من التقدم لمنظمته، تمام. فاحنا بنقول ايه؟ يا ترى دراسة حاجات العاملين وبذل الجهد هيخليهم يبقى في ولاء وانتماء؟ طبعا، لانهم حاسين ان المنظمة دي هي اللي بتشبع لهم احتياجاتهم، وبالتالي هيخافوا عليها وينتموا ليها. كيفية اشباع حاجات العاملين؟ طب نشبعها ازاي الحاجات اللي احنا قلناها دي؟ قالك توفير المزايا المادية، وبالتالي انا بشبع له حاجاته الفطرية، الاكل والشرب والسكن، فبديله مزايا مادية، فلوس يعني، هنشوفها دي في الطريقة الاخيرة. يبقى توفير المزايا المادية والمعنوية للعاملين. النقطة الثانية توفير فرص الترقي لهم، ما نهدمش حقهم في الترقية، لا، معاد الترقية بتاعته ياخدها، الترقية تكون على اساس الكفاءة مش على اساس التحيز الشخصي، تمام. اتاحة التحيز الشخصي مين؟ للرئيس، يعني مرتاح لده يرقيه، ده مش مرتاح له ما يرقهوش. اتاحة الفرصة للعاملين لإقامة علاقات اجتماعية مع زملائهم ورؤسائهم. لما يبقى في دراسة لحاجات العاملين هيبقى في علاقات اجتماعية. اشبعها ازاي؟ يعني في مثلا حد عنده عيد ميلاد، حد جاب طفل جديد، حد هيتجوز، يجمعوا مع بعض فلوس والرئيس يشترك معاهم ويجيبوا له هديه. مراعاه العداله في الاجور والحوافز للعاملين، يعني ما يبقاش برضو على حسب التحيز الشخصي، لا، احنا قلنا هنحفزه بناء على الاداء والنتيجه اللي وصل لها، وبالتالي لازم نراعي العداله في هذه النقطه. طيب ما هي الطريقة الثالثة؟ قالك الأخذ بمفهوم العلاقات الإنسانية. على فكرة فيها جزء كبير منها في دراسة الحاجات بتاعت العاملين. النظر إلى العاملين على أنهم بشر ليهم مشاعر وأحاسيس، مش آلات هنتعامل معهم كآلة بالأوامر والتعليمات، لا، اللي ضرب الأهداف ما فيهاش كده. اتباع أسلوب العلاقات الإنسانية في التعامل معهم مع الحزم إذا لزم الأمر. يعني ايه؟ يعني انا مش عشان بتبع معاكم العلاقات الانسانية، لو اتبعتها بالمطلق هتنتشر التسيب والاهمال، وده طيب وده ما بيوافق على كل حاجة، لا، احنا مش عايزين كده، عايزين مع الحزم اذا لازم الامر، تمام. اشتراك العاملين في اتخاذ القرارات والاخذ باقتراحاتهم في مجال العمل. عايزين، احنا اتكلمنا عن المشاركة في اتخاذ القرارات، دي جزء كبير جدا وجوهر العلاقات الإنسانية، إن أنا أشاركهم في اتخاذ القرارات. تحسين ظروف العمل التي يعمل فيها العاملين، إضاءة سليمة، تهوية كويسة، نظافة في المكان، تمام، فده بيشجعهم. تحقيق العدالة في الحوافز والأجور بحيث يتم تحديد الأجر وفقا لتقييم الوظائف ودرجة صعوبتها. يعني إيه النقطة دي؟ محتاجة توضيح شوية. يعني بناء على تقييم الوظيفة، قيمة الوظيفة ودرجة صعوبتها. يا ترى الوظيفة ايه درجة صعوبتها وقيمتها؟ بتتحدد بايه؟ بدرجة المسؤولية، بدرجة الدقة، بدرجة التركيز العالية، بالضغوط الشديدة على الفرد، تمام، وبالتالي المجهود الذهني القوي. فكل ده ناخده في الاعتبار علشان نقدر نحقق العدالة في الأجور والحوافز. عشان كل موظف يعرف ايه هي المزايا بقى والخدمات اللي بيحصل عليها العاملين، لو انتوا قريتوا دي هتحسوا بقيمة ان انتوا تكونوا
موجودين في مكان بتشتغلوا فيه، او هتحسوا بقيمة المكان ده، وده هينمي ولائك وانتمائك للمكان. اول حاجة المزايا المادية، مثال الاجازات والعطلات المدفوعة الاجر، دي مدفوعة الاجر، تمام. الوقت غير المنتج، فترات الراحة مدفوع الاجر، بيدوقوا راحة عشان تقدروا تكملوا. المشاركة في الارباح، انا حققت ارباح اخر السنة قد كده، فانا هشارككم في جزء من الارباح، هوزع عليك جزء من الارباح. خطة التقاعد اللي هي التأمينات والمعاشات، دي برضو مزايا مادية، فبيحس هنا الفرد ان هو في استقرار، في امان في الوظيفة. الخدمات الصحية، بس بشرط ان هو يكون يعني متميز ويستمر في هذا. الخدمات الصحية مش بس بياخد خدمات مادية، لا بياخد خدمات صحية، كشف طبي دوري على العاملين، تمام، سواء كان دخل المنظمة في طبيب اذا كان ده نظامها، او في المستشفيات التابعة للمنظمة اللي هي بتتعامل معاها، او في العيادات اللي بتتعامل معاها. الفحوص والتحاليل بتبقى برضو مجانية او بتساهم المنظمة بجزء كبير فيها. التأمين الصحي والعلاج، كل دي خدمات، والى اخره طبعا في خدمات كتير قوي صحية بتقدم. نيجي بعد كده في خدمات تسهيلية، في خدمات تسهيلية بتقدمها برضو المنظمة اللي عاملين، زي الاسكان، مساكن مثلا، وبالتقسيط المريح بيخصموا جزء من المرتب، مواصلات، بص بيوديهم ويجيبهم، دور حضانة لأولاد العاملات، تمام. فكل ده خدمات بيحصل عليها في العمل. الخدمات الاجتماعية والرياضية، في النوادي الرياضية، في كل في منظمات مثلا بتبقى عاملة نادي رياضي ليها، السكة الحديد عاملة نادي السكة الحديد، البترول عامل، القضاء عاملين نادي البلوة، نادي البيطريين، نادي الأطباء، تمام. اذا دي نوادي اجتماعية بيجتمعوا فيها، نادي اعضاء هيئة التدريس، وهكذا. التنقلات والرحلات الترفيهية والسياحية، التنقلات والرحلات الترفيهية والسياحية يعني في رحلات حج وعمرة، في رحلات في الصيف للمصايف، كل دي بتبقى ايه، بتبقى مدعمة من المنظمة وبأسعار معقولة، وممكن تبقى بالتقسيط. من ضمن المزايا والخدمات اللي بتقدمها للعاملين ايضا المنظمة الخدمات التعليمية والثقافية، مثال مساعدة الافراد على اكمال تعليمهم او الحصول على شهادات اعلى، تعليم الكبار او التعليم الممتد اللي هو الكمبيوتر والترجمة، المحاضرات والندوات الثقافية، يعني في ناس بتبقى مش مكملة تعليمها، واخدة لغاية دبلوم او واخدة لغاية ثانوية عامة، بيتحل لهم الفرصة وان هم يروحوا ويحضروا، وبيدوهم فرصة ان هم يكملوا تعليمهم، ممكن يساهموا هو على اساس ان هم يحسنوا الدرجة بتاعتهم. تعليم الكبار او التعليم الممتد يعني انا متعلمة وكل حاجة، بس في حاجات جدد تكنولوجيا على الكمبيوتر، حاجات محتاجة في الترجمة، وبالتالي بدون كورسات في الكمبيوتر والترجمة برضو على حساب المنظمة. المحاضرات والندوات الثقافية اللي بتعملها المنظمة للعاملين، كل ده بيساعد على ايه، بتعتبر من الخدمات الهامة التي تقدم للعاملين، والتي تنمي ايه الناحية التعليمية والثقافية عنهم. وشكرا.